أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في لقاء جديد وأسرة جديدة من بيت العيلة. بنتعرف على أفرادها، بنقرب منهم، بنشاركهم أفكارهم وأحلامهم. المجال مفتوح والحوار دايما ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا. تظل السياحة واحدة من أهم المجالات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، مجال يمر هذه الأيام بفترة شديدة الحساسية في تاريخه، فترة النهوض والانطلاق لتعيد مصر إلى مكانها الرياضي الطبيعي على المستوى العالمي. وحول أحوال مدينة شرم الشيخ، ذلك المقصد السياحي الأهم في مصر، تدور حلقتنا لهذه الليلة مع أسرة الخبير السياحي أحمد محمد عبد الحميد وزوجته ربة المنزل الأستاذة منى محمد عباس، ومستقبل الأسرة الطفل محمد ذي السنوات الست. أسرة رأينا أن نقترب منها أكثر لنتعرف معا على أهم ما يشغلهم من أفكار، وما يجول بمخيلتهم من أمنيات، وما يؤرق بالهم من مشاكل. اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من بيت العيله، بنستضيف فيها اسره بتشتغل في قطاع السياحه، وهو قطاع احنا عارفين انه مؤخرا تدهور. هنعرف منهم مشاكلهم على ارض الواقع شكلها ايه، تفاصيلها ايه. هنعرف ايضا مدينه زي شرم الشيخ اللي هي من اجمل مدن العالم اللي كانت جاذبه للسياحه، ما كانت عليه وما اصبحت عليه، وهم عايشين هناك في مدينه شرم الشيخ. معانا الزوج خبير سياحي وهو الأستاذ أحمد محمد عبد الحميد، أهلا بيك. أهلا فندم. والزوجة ربة منزل وهي الأستاذة منى عباس، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. إحنا معانا أفراد الأسرة، الصغيرة روضة سنة ونص، ما قدرتش طبعا تيجي، صعب تيجي. ومعانا بقى الكبير، الراجل الأسرة بعد بابي محمد، مش كده؟ في سنة كام؟ خمس سنين. في سنة كام؟ خمس سنين. انت عندك خمس سنين، انت تقريبا كي جي 2 تقريبا. اهلا بيك يا محمد. نقول سؤالنا التقليدي بعد اذنكم اللي بنبدا بيه، وهو التعارف. جه ازاي بينكم واول لقاء بقى، في قصه وراه ولا لا؟ طبعا في قصه كبيره. احنا من منطقه واحده، يعني هي جارتي تقريبا، فانا كنت في الجيش و... انا عارفه موضوع الجيران ده بقى، وجارتك ونفس الشارع والعمارة قصاد يعني. ايوه احنا عندنا في نزله السمان بيوت جنب بعض كده، فهي جارتي فانا كنت راجع من الجيش اجازه، الكلام ده في سنه 2003، كنت مع مامتها عندنا في البيت بتزور مامتي، بس فسالت ماما مين ده، هي قالت لي دي كذا كذا. ايه ده يعني الموضوع قديم؟ المتعارفين من 2003. من 2003 من اول ما دخلت الجيش. كنت انا تقريبا في اولى ثانوي. بدا وهي في اولى ثانوي. استمر بقى الموضوع متطور على طول ولا؟ قعدنا فتره مثلا يعني نتكلم مع بعضينا، وبعد كده اول ما خلصت الثانويه دخلت المعهد، بدانا خطوبه واتجوزنا على طول. ده انت عرفتها طفله يعني؟ يعني كانت اولى ثانوي. يعني فنفهم ان هنا كان في قصه بقى وفي مشاعر هنا وهنا ورايحه، وصبرتوا على بعض يعني. انت استنيتها لغايه لما على الاقل بقت في ثانوي، ده كان مطلب من اهلها من اسرتها ولا؟ والله هو كان مطلب من والدتها ان هي كانت لازم تكمل يعني، وكملت الحمد لله. وانا كنت ساعتها في الجيش، خلصت الجيش 2005، وبعد كده كنت شغال انا في شرم الشيخ من قبل الجيش كمان. ايوه. وبعد كده لما رجعت من الجيش برضه ورجعت شرم الشيخ، قعدنا فتره واتخطبنا، وبعد كده اتجوزنا كمان. والجواز عن حب، اسمع بقى صوتك بقى ورايك شويه، الجواز عن حب بيقولوا ان احيانا بيبقى يعني مش كله ناجح. لا. انت كان كله مشاعر ولا حكمتي عقلك شويه وخدتي راي افراد اسرتك يعني جت معاكي ازاي القصه من ناحيتك؟ لا انا يعني كل حاجه ماشيه بالحب وبتمشي. عكس ما بيقال يعني. لا 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 لا، جواز ناجح. جواز ناجح، جواز الحب ناجح. ليه بتقولي ناجح؟ بيخليكي مثلا تستحملي لو في صعوبات؟ هو مثلا لما بيكون متعصب طبيعي ان انا استحمله عشان بحبه.
اقف جنبه في اي مشكله يعني تحصل له، طبيعي يعني. حصل لكم المشاكل اللي بتحصل للشغل كل اللي بيشتغل في قطاع السياحه؟ انتوا كنتوا يعني في وضع وبعدين تدهور تماما. والله بصي، هو الوضع في السنوات اللي بصراحه فيه. السياحه يعني من قبل 2011 حاجه تانية حاجه، ومن بعد 2011 حاجه تانية خالص. بس فالموضوع في شرم الشيخ، كانت شرم الشيخ طبعا سياحه من كل حته في العالم، ايطاليا وروسيا وانجلترا وجميع انحاء العالم كان بيجيب سياحه لغايه شرم يعني الشيخ. ما كانش السائح الروسي بس، لا السائح الروسي دوت يعني كانت في الاواخر خالص بعد الضربه الاقتصاديه ابتدت ان هي السياحه، بس هي كانت في الاول انجليزي وايطالي، كان السياحه الاوروبيه كانت ازيد بشويه، وكان في عرب ايضا سياحه عربيه، كان في زياده عربيه سياحه عربيه طبعا، وكان في سياحه مصريه سياحه داخليه بس. أيوة. الموضوع كان مختلف خالص يعني. شرم الشيخ دي كانت يعني لما بنسافرها معروف انها بتغنيك عن السفر للخارج، انت كانك سافرت بره، كان ليها والله شرم الشيخ الجو وليها السحر بتاعها. حضرتك شرم الشيخ والله لما كنا شغالين فيها زمان يعني كان بالنسبه لنا احنا، كان حد مثلا يقول لي في سفر مثلا دبي او هنا او حد مثلا جاي لي فرصه يروح انجلترا، لا انا في شرم الشيخ انا كويس، بعمل فلوس كويسه وعايش في بلد كويسه وكويس يعني، اهم حاجه ان انا في بلدي وبعمل فلوس، وكانت كويسه بصراحه إيه، وهي ما زالت كويسه ونتمنى ان هي تبقى احسن. الشيخ. نعم. نقاط قوه عندها كانت ايه؟ والله نقاط القوه في شرم الشيخ ليه هي كانت ساحره كده، موقع ولا جمال طبيعي ولا كان ايه؟ اجمل موقع ممكن واحد يعمل فيه دايفنج على مستوى العالم او سنوركينج. في حته مثلا في دهب اسمها البلو هول، يعني دي تعتبر من اجمل مناطق العالم ان احنا ممكن نعمل فيها سنوركينج او دايفنج. في شرم الشيخ في الجبال الملونه، في الصحراء، في البحر، في طبيعه، انواع السياحه يعني انواع من السياحه للي عايز يروح دي شرم الشيخ. دي السياحه ترفيهيه لوحدها طبعا. مصر فيها سياحات كتيره، سياحه علاجيه وسياحه حضاريه فيها سياحات كتيرة طبعا مصر، بس كشرم الشيخ عايز تعمل رياضة، عايز تعمل رياضة بحرية، غطس، سنوركينج، دايفنج، ترفيهية، وهي كبلد جميلة بصراحة يعني، هي كبلد جميلة وجبال وطبيعة وفيها اهتمام كتير. وعلى فكرة وهي لسه فيها المفروض كل ده، بس ايه اللي حصل بقى؟ يعني غير ان طبعا بعد الطائرة الروسية وبعد الأزمة الأخيرة وانقطاع السياح، لكن السياحه الداخليه افادت شرم الشيخ ولا لازم كانت تتم بشروط معينه علشان تفيدها اكتر من كده؟ بصوا حضرتك، المشكله في شرم الشيخ كده ان شرم الشيخ منطقه غاليه، منطقه غاليه كايجارات، كاكل، كشرب، كمصاريف. فبالنسبه للسياحه الداخليه، السياحه الداخليه طبعا ده بني ادم مصري، دي بلده، فلما بيروح شرم الشيخ، وطبعا الفنادق لما فضيت وقطاع السياحه لما قل، فكل الفنادق عايزه تشتغل، فابتدوا ان هم يجيبوا السائح اللي هي السياحه الداخليه يعني، فكله بيعمل اوفرات اقل من التاني، اللي هو ده بيعمل اوفر، ده بيعمل اوفر اقل من، فبقت سياحه لا مؤاخذه انا اسف رخيصه شويه. أيوة. فما بقتش تغطي المضمون في شرم الشيخ، لان طبعا شرم الشيخ المايه لوحديها لازم تشربي مياه معدنيه هناك، لان مفيش ميه نيل هناك. أيوة. غير الاكل، غير الشرب، غير المصاريف، غير الايجارات هناك، ايجارات طبعا خرافيه. يعني ما نقدرش نقول ان احنا ممكن نعتمد على السياحه الداخليه انها ممكن تعوض لا ما كانت عليه من سياحه او نوع السائح اللي انت كنت بتذكره. يبقى لازم ننزل مستوى المعيشه هناك، ننزل مستوى الايجارات، ننزل مستوى العيشه هناك، المعيشه هناك في شرم الشيخ، عشان نقدر الميزان يبقى مظبوط. طيب احنا المفروض نعمل ايه علشان نرجع السياحه ونرجع نفكر انواع السياح اللي كنت بتذكرهم، الانجليزي والايطالي ان في بلد جميله جدا اسمها شرم الشيخ وارخص من بلاد كتير قوي ممكن يروحوا. بص هو الموضوع او في مدينه يعني، الموضوع يعني اسهل من اي حد يتخيله بصراحه يعني. انا شايف بصراحه هو المشكله كوزاره سياحه في الدعايه للبلد يعني، مش لشرم الشيخ بس، للدعايه لمصر عامه يعني. انا شايف ان مفيش دعايه في العالم كله لمصر، مفيش دعايه صح يعني. مثلا معلش لما حد بيعمل مول في اي حته بيعمل له دعايه مهوله، انما مفيش دعايه لشرم الشيخ، مفيش دعايه للاهرامات، مفيش دعايه للاقصر، مفيش دعايه لاسوان، مفيش دعايه للبلد، مفيش دعايه كويسه. ولما بنخاطب بعض او بنخاطب دائره مغلقه مش عارفين نواجه
الاخر اللي بعيد بلغته ولو الاخر مسك لنا بالاشارات اللي يفهمها ولو الاخر مسك لنا في حته الارهاب ديت دي حته يعني هم عايزين فعلا ان هم يقولوا اه انت عشان عندك ارهاب فهم فعلا عايزين يوقعونا بالحته دي. بس العالم كله فيه ارهاب يعني مثلا ما تركيا اتضربت ما انجلترا اتضربت ما دول كتيره اتضربت وما حصلش فيها كده والارهاب محدد في منطقه المفروض معينه ومفروض دي توصل لهم باريس اتضربت معلومه توصل لهم يعني صح. جميع اكثريه الدول الاوروبيه اتضربت يعني مش احنا بس اللي عندنا ارهاب ومع ذلك الناس لسه بتروح لغايه هناك فاهم. فهي انا شايف ان المشكله فعلا في الدعايه من وزاره السياحه. المفروض يبقى في مسؤول يبقى مسؤول عن الدعايه كويسه لشرم الشيخ لان شرم الشيخ انت عندك جوهره محتاجه بس اللي يحركها يعني محتاجه اللي هو اللي يشغلها بمفهوم يعني كشرم الشيخ فيها جميع اجمل طبيعه في العالم عندنا الاهرامات عندنا الواحات عندنا جميع السياحه في العالم. إيه استاذه منى هي برضو خريجه معهد سياحه مش كده ده بالصدفه ان انتوا الاثنين نفس المجال والتخصص؟ اه بس هي درست بس يعني ما اشتغلتش خالص. ما كنتيش عايز تشتغلي؟ لا هو ما كانش رايني ما كانش حابب كده وانا ما كانش جيني كنت بسمع الكلام ما كانش عندك يعني مش الشخصيه اللي عندها طموح بقى لا او لازم وحلم لا لا لا, لا, لا خالص كنت طبيعي يعني لا يعني لا خالص ما ركزتش إيه عشان كده خدتها صغيره ما بيقولوا هو يعني المفروض يتجوز بنت صغيره عشان يربيها بقى ويعودها على طبيعتها صغير وهي كانت صغيره والحمد لله ربنا وفقنا مع بعضينا الحمد لله يعني فانتوا متفقين خلاص الحمد لله متفقين وانت عندك روضه دلوقتي ومحمد وده اعظم دور على فكره الحمد لله تقومي بيه خصوصا هم صغيرين قوي. لكن الجواز بقى من حد بيشتغل في قطاع السياحه بيتغيب كتير مثلا اكتر من اي وظيفه تانية عاديه انت شايله المسؤوليه لوحدك شهر ولا شهر ونص شهرين لو هيطول اكتر من كده نروح لحنا في اجازات أيه. وكده من الدراسه نروح انت مضطره تبقي في القاهره علشان مدرسه محمد يعني احنا السنه دي بس بدانا عشان خاطر ايه المدرسه بتاعت محمد لكن احنا كل صيف يعني بنروح نقضيه هناك وبتتبسطي لما بتروحي تستمتعي بالقعاد في مدينه طبعا بتحبيها يعني جميله. هو حضرتك بدات السياحه تقريبا من منطقه الجيزه والهرم وما بداتهاش في شرم الشيخ على طول؟ لا من عندنا من نزله السمام الهرم ايوه ودي كانت منطقه برضو نقول الاهرامات يعني طبعا. وقد ايه كانت برضو جاذبه للسياح طبعا. كان فيها مشاكل صحيح طول عمرنا بنعاني من بعض السلوكيات في التعامل مع السائح طبعا. لكن دلوقتي في مشاكل كتيره برضو قوي طبعا. ايه مشاكل المنطقه دي دلوقتي؟ والله مشاكل المنطقه مشاكل تنظيم يعني الناس اتولدت هناك مثلا دي بيوتها وده اكل عيشها فاكتريت اللي شغالين هناك يا بازار يا خيول بس فهي العمليه محتاجه تنظيم مش اكتر ولا اقل ونظافه المنطقه ومدخل للاهرامات. وايه المشكله ان المنطقه تدار بطريقه منظمه ويستغل كل ركن؟ احنا بنسافر بنشوف اماكن سياحيه بيعتبروها اثر وبيعتبروها ليها قيمه كبيره قوي وطريقه تقديمها للسائح جذابه جدا وبترفع من قيمتها لكن قيمتها الحقيقيه ولا حاجه جنب قيمة الاهرامات منطقه زي الهرم طبعا. فاحنا عندنا مشكله في الاداره مثلا في التنظيم في بص هي المشكله الاساسيه طبعا يعني لو في مشكله في مدرسه فهيبقى المشكله في المعلم فهي المشكله فعلا في التنظيم يعني احنا عندنا منطقة عاملين سور مثلا 7 متر ده فاصل المنطقة الاهرامات عن المنطقة اللي هي فيها البيوت اي تمام فالحكومة محوطة السور كله وجوه مفيش تنظيم للدخول ولا للخروج ولا للخيول ولا للمؤاخذة اللي هو الحنطور النظافة وطريقة التعامل مع السائح والأماكن اللي موجودة يعني استثمارها دي كلها بقى المفروض بترجع للتنظيم يعني فاهمة يعني حتى المؤاخذة لسه فكرة إن يعملوا حمامات جوه الهرم أنا آسف يعني لسه جديدة جدا فاهمة حتى كمان لسه عاملينها وما بقتش كويسة يعني مش حاجة كويسة بس فهي الفكرة إن هي محتاجة تنظيم ومحتاجة نظافة أعلى من كده وكمدخل الاهرامات وكطريق وكشوارع كتطوير يعني واحد مثلا في اسبانيا مثلا ولا في ايطاليا في شوارع فعلا ضيقه وبتبقى جنب مناطق كبيره بس مناطق تتطور مناطق تتنظف. احنا عندنا مثلا في نزله السمان الحكومه منع التطوير الحكومه منع يعني مثلا منع منع التطوير بمعنى منع التطوير يتم بشكل فردي او خاص كان في قرار ازاله المفروض نزله السمان وحصلت مشكله ونزل السمان دي حته اللي هي تحت الهرم على طول وحصلت مشكله وكده
بس فمن ساعتها ما زالوش اي حاجه، بس منعوا التطوير، منعوا ان حد يبني، منعوا ان حد ينظف. لازم عشان تعمل لا مؤاخذه تكنس الشارع لازم تروح تاخد ترخيص من الحي، لازم عشان تعمل حاجه لازم تروح تاخد ترخيص من الحي. طب خلاص احنا مش هنعمل، يبقى الحي اللي هيعمل بيعتبروها يعني منطقه انتوا ساكنين فيها، يعني منطقه اثريه، لان اللي بيقول اللي هيطور يبقى هيفحت يبقى هيطلع اثار. لا مش لازم، مش لازم مثلا عايز انظف بيتي، عايز انظف شارع، عايز انظف اي حته، مش لازم ان انا عشان انظف يبقى انا هفحت او هطلع اثار او اعمل اي حاجه. أيوة. بس فخلاص انا مش هنظف ومش هنظف الشارع، المفروض ان الحي اللي ينظف. حضرتك لو رحت دلوقتي منطقه الاهرامات او الشارع او الطريق، مش الاهرامات، مش اللي المفروض اللي دي عجيبه من عجائب الدنيا السبع. أيوة. مش ده مدخل الاهرامات، مش ده مدخل ابو الهول وسفنكس والحاجات دي بصراحه، وده حال مناطق كتير للاسف. يعني انا رحت الاقصر واسوان، مصر غنيه، مصر غنيه كفايه الاماكن السياحيه اللي ربنا اثار العالم يعني بيها. كفايه ان احنا عندنا تلت اثار العالم دي لوحديها، يعني العالم كله عنده تلتين، وبرده التلتين اللي بره مش زي التلت اللي عندنا. أيوة. احنا عندنا الهرم والاقصر واسوان، عندنا حاجات. طب لو هنتكلم وبنقول ان سياحه شرم الشيخ فيها اكتر من نوع سياحه، قلنا سياحه الغوص او المؤتمرات، والمؤتمرات مش ممكن تعود على مصر برضو بنوع من انواع الفايده في الاقتصاد سياحه المؤتمرات، ولا برضو دي زي السياحه الداخليه لازم تبقى جنب السياحه الاصليه؟ انا فندم هرجع لحضرتك تاني، كل منتج ولازم له دعايه. حضرتك لو في منتج كويس وحضرتك شايفاه كويس لازم له دعايه، ما هو البني ادم الناس التانيه دي هتعرف المنتج ده منين. لازم نعمل له دعايه ان المنتج ده موجود على الاقل، يعني معلش انا اسف، يعني خمس دقايق فيديو لشرم الشيخ ويتوزع في البلاد كلها، يعني أيوة. باي طريقه كان، انا ما مش فاهم بصراحه ازاي ممكن يتعمل لها دعايه. ما فكرتش انت كواحد بيشتغل في مجال السياحه تعمل فكره وتنفذها مع مجموعه مثلا من زملائك اللي في نفس المجال والقطاع، وما تستناش ان والله احنا حاليا بنعمل، يعني انا عاملين جروب مع بعضينا، جروب في شرم الشيخ اللي هو كل حاجه كويسه بنحاول ان احنا نصورها، منطقه نظيفه، مكان نظيف، وبنحاول نعمل منشن مثلا، يعني طبعا واحد بظل السنين اللي هو عايده في شرم الشيخ فليه زباين كتيره جدا او اصحاب كتيره جدا في ايطاليا وروسيا والمانيا وجميع انحاء العالم، فبنحاول ان احنا مثلا نبعت لهم الدعايه ديت، يعني بنصور الحاجات الايجابيه ونبعتها لهم مثلا، او احنا بنسمع دايما على الافكار الجديده يعني. والافكار الغريبه ودي مش هتيجي كده وانت قاعد، الوحي هيجي لك هي من الاطلاع وتشوف غيرك ازاي نهض بالسياحه، ما كل البلاد مرت بازمات. تمام، ما الحكايه دي واكيد القطاع المدني والمجتمع كان ليه دور. تمام، انا واثقه ان البلاد اللي نهضت شعبها كان بيلعب دور، لكن الشعب لوحده مش كفايه، الشعب بيشتغل تحت إدارة ومنظومة ومظلة رسمية وكبيرة وقرارات وقوانين. تمام، خلينا نشوف رأي الناس، احنا لينا تقرير بنشوف فيه رأي الناس ازاي ممكن ننهض بالسياحة وازاي يتعافى هذا القطاع المهم جدا اللي احنا عارفين ان هو بيضخ بسرعة في الاقتصاد، يعني مردوده بيبان ملموس في الاقتصاد المصري. نشوف مع بعض ونرجع نكمل الحوار. الفكرة ان احنا ممكن نعمل في ارض المعارض نعمل عرض لأسرة من الأسر الفرعونية، او تعمل زي مسلسل نشرح فيه حياة الأسرة بكل مميزاتها، اللي اتبنى فيها، اللي الإيجابيات بتاعتها، ويبقى فيه ماكت للأسرة نفسها اللي اتبنى، وفي حد من هيئة الآثار يشرح لنا الأسرة دي بكل إنجازاتها. يجب على هيئة العامة للاستعلامات في مصر هنا وهيئة تنشيط السياحة وكل كل مؤسسات الدولة ان هي تروح تنادي السايح، مش تروح تعملي تلفزيون اعلان جوه تلفزيون بلدنا هنا، لا اطلع لبره. احنا نعمل مؤتمرات للشباب يسافروا الاقصر، يسافروا اسوان، يسافروا شرم الشيخ، نعمل دعاية حلوة. الاعلام له دور كبير في تنشيط السياحة في مصر، نخفض التذاكر بتاع الطيران عشان نساعد الناس ان هم يجوا لمصر، نعمل يعني اي برامج تشجيعيه وترفيهيه للخارج بره. كل ما احنا بنحب بعض ونبقى مخلصين ونشتغل صح، زي ما فخامه عبد الفتاح السيسي بيقول اشتغلوا صح وبدون فساد السياحه هترجع.
ما نجريش ورا الاجنبي ونبقى عاملين كده وحش وراه، لا نوري الناس بره ان احنا ناس حلوه وناس كويسه. اكيد السياحه بتستمر، السائح لما بيجي لنا مره بيجي مره واثنين وثلاثه لان هو بيحب شعب مصر، ومصر جميله جدا. يعني مطلوب مننا ان احنا برضو يعني نعمل زي ما تقول نشره كده، او يعني نوسع في 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 الاعلانات، ونوسع في جمال مصر وفي الحياه اللي موجوده في مصر، وندي فكره على الناس ان مصر امنه الحمد لله. ومصر ممكن بتنشيط السياحه، وكل ما احنا نشطنا السياحه كل ما الحمد لله زاد الايراد بتاع السياحه. يا ريت نغير من اسلوبنا علشان الناس يعني تحترمنا بره، وتيجي ضيوف عندنا نشيلهم على راسنا من فوق ونرحب بيهم، وما نستغلش موقفهم ان هم موجودين في بلدنا هنا ونستغلهم. لا، احنا نحترم الناس ونحترم الضيوف عشان السياحه دي فاتحه بيوت كتيره، يعني وهو نشاط واقتصاد دخل قومي للدوله. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حوارنا مع الخبير السياحي استاذ احمد محمد عبد الحميد، ونقول ان وعي المواطن المصري مهم جدا في قصه السياحه، وما نقدرش نقول ان دي هي السبب الوحيد او هي اللي ممكن تجيب النتيجه المرجوه، لكن نقول ان هي عامل من ضمن العوامل. التعامل مع السائح، الترويج للسياحه لو هي وهو ممكن يتم بصوره فرديه مش بقرار وزير السياحة أو تمام. فأنت بتقول لي إن أنتوا عملتوا أفكار فعلا وبتحاول إن أنت تنشرها. دي حقيقة. أفكارك إيه في التعامل مع وعي المواطن بقى؟ يعني لما نروح شرم إزاي نتعامل؟ إزاي نتعامل مع المنشأة نفسها كمنشأة سياحية؟ إزاي نتعامل في كل التفاصيل؟ ما نهنش المدينة لكن إحنا رايحين عشان نضيف ليها. تمام. والله يا فندم احنا كنا قبل كده في شرم الشيخ زمان، كانت ظهرت ظاهره يعني كده اللي هو الزبون كان بيبقى متضايق ان هو يعني يمشي في الشارع، كان في ناس كتيره طبعا بيتكلموا ومش عارف ايه. ف انا عملنا زي جروب برضو ان احنا نحاول ان احنا ننمي الوعي للشباب اللي هم داخلين السياحه جديد، مثلا ازاي يشتغلوا، ازاي يتعاملوا مع بيتدربوا، بيمروا بدورات تدريبيه. والله دلوقتي اكتريه المنشات ابتدت ان هي قبل ما تشغل الناس ابتدت ان هي توعيهم، وابتدت ان هي تفهمهم ازاي يتعاملوا مع الزبون الاجنبي، وازاي يتعاملوا مع المنشاه، لان طبعا نظافه المنشاه ونظافه البني ادم اللي قاعد فيها طبعا دي انت هنا بتتكلم على اللي بيشتغلوا في قطاع السياحه، احنا بنتكلم كمان عن المواطن، قصه تانية، او السائح نفسه المصري لما بيروح. السائح المصري لازم لما يروح بالنسبه له لازم يتعامل مع المنشاه، يعني مع شرم الشيخ يعني كبلد سياحيه، او مش لازم شرم الشيخ بس اي منطقه سياحيه، اهم حاجه طبعا النظافه. مفيش تخريب، ما يتمش فيه تخريب، بس تعامل بحسيه ان احنا بنتعامل مع راقي شويه يعني تراث، وبنتعامل مع كنز يعني حاجة هيعود على البلد، بس حاجه اللي هي زي بالنسبه لنا كنز، وان هي اكل عيش ناس كتير بس مش اكتر ولا اقل. ايوه. طب لو هنتكلم على المرشدين السياحيين وتضررهم، ما نقولش ان بدا يتعافى شويه، بداتوا تلاحظوا ان الدنيا بدات يعني تسترجع نفسها شويه في السياحه او في شرم الشيخ؟ هي الدنيا تدريجيا ابتدت، يعني من ساعه ما قرار اللي هو بتاع رئيس روسيا بوتين انه في شهر 2 ان شاء الله الطيران الروسي هيبتدي يرجع القاهره، ابتدت ان السياحه ترجع تدريجيا في شرم الشيخ شويه. هنا بنتكلم على الروس. احنا مشكلة ان احنا معتمدين على الزبون الروسي بس، العالم كتير، العالم دول كتير، يعني مثلا دوله زي الامارات مع حته زي دبي ديت ما فيهاش اي امكانيات زي اللي عندنا، وجميع الدول بتروحها، يعني مش لازم ان احنا نبقى ماسكين في روسيا بس، او مش لازم نبقى ماسكين في ايطاليا. ممكن ما نكونش احنا ماسكين في روسيا، لكن احنا بنلعب على البلد اللي ممكن نلاقي تجاوب
سريع منها ان ان بس السياحه تعود. بس بجد يعني يعني الناس لما كانت بتيجي شرم الشيخ كان العالم كله كان بيموت في حاجه اسمها بيحب حاجه اسمها شرم الشيخ، وكان بالنسبه له بلد ساحره وجوها رائع ورخيصه مقارنه بالبلاد الثانيه. يعني هو كان بالنسبه له كجو مش موجود عنده، كطبيعه مش موجوده عنده، ككل حاجه مش موجوده عنده. وكانت الرحله في منتهى السهوله، بتيجي بطيارات شارتر على طول، بتنزل مثلا من اوروبا من ايطاليا من المانيا، كانت سهله. بس انا يعني انا المشكله ان انا شايف ان احنا ماسكين الزبون الروسي، لو ما جاش خلاص بلد هتقف. لا احنا لازم نعمل دعايه في دول تانية، لازم نفتح مثلا اوروبا، نفتح منافذ زي ما احنا تداركنا ده في مجالات تانية وفتحنا منافذ يعني في التعاون، نفتحها في السياحه. يعني مثلا زي ما يقولوا مثلا ما بقاش يعني انا صباعي مثلا اللي هو تحت ايد مثلا روسيا بس، لا انا لازم مثلا اشوف مثلا السياحه الايطاليه، اشوف السياحه الالمانيه والسياحه العربيه، والسياحه من شرق اسيا يعني. بس يعني ودلوقتي الايام اللي فاتت يعني شرق اسيا ابتدت الصينيين يجوا كتير، يعني ابتديت اشوفهم في القاهره كتير، وزبون كويس يعني، زبون برضو بيشتري على قد ان هو زبون اقتصاده عالمي وعنده كل حاجه في العالم، بس بيجي يشتري، بيشتري الزيوت وبيشتري من خان الخليلي وبيشتري من عندنا من الهرم. الزبون بتاع شرق اسيا يبقى ده اسهل ان انا اعمل دعايه ليه، يعني هو جه مصر هي الدعايه، فانا بقى اعمل دعايه. ده في مدينه اسمها شرم الشيخ هي الدعايه يعني. قريبه ورائعه، هي رمانه الميزان، هي رمانه الميزان طبعا قبل ان شاء الله ربنا يخلصنا من قصه الارهاب اللي احنا فيها ديت. والحته الثانيه ايه الدعايه، والمكان موجود والدنيا تتنظف مش اكتر ولا اقل يعني. احنا كعندنا كالهرم مبنى موجود، هي العمليه ان احنا بس هنهتم بيه شويه ونعمله دعايه كويسه. شرم الشيخ موجود يعني اهتمي بيها، السهل الممتنع، الممتنع بقى له سنوات. ايوه احنا 7 سنين ده يعني ان شاء الله يا مسهل. نقول بقى محمد وروضه بالنسبه ليكوا احلامكم بالنسبه لهم اللي انت حريص ان انت ابدا بيك تغرسه في محمد وفي روضه. والله انا اتمنى لهم ان طبعا الدنيا كلها زي اي اب يعني، ومحمد هو بيحب ان هو بيحب يلعب كوره. محمد لسه صغير فلسه مش باين قوي الميول ايه يعني. روضه عندها سنه وست شهور فلسه يا مسهل. وبالنسبه لك بقى إيه، انت مقتنعه بدور الام، انت مركزه فيه وهم واخدين كل وقتك، وانت راضيه ان انت تتحملي المسؤوليه، ووجود بابا بقى ده الفسح بقى هم ممكن يكونوا شوية بس بالنسبة لي يعني تعب، بس تعب لذيذ اللي هو حاجة حلوة يعني مش وحشة. البعد هنا احيانا بيقولوا ان هو ممكن يكون ايجابي، يعني ان انتم مش متواجدين على طول بصفة يومية. يقال انه احيانا للعلاقة الزوجية ممكن يكون ايجابي، بيمنع مشاكل شوية يعني، بتبقوا حريصين على الاقل ان الوقت القليل اللي بتتقابلوا فيه في الاجازات يبقى وقت حلو طبعا، ما يكونش فيه نكد. فهل ده صحيح متحقق معاكم؟ والله هو بيبقى فعلا ايجابي ان الواحد بيبقى يعني اللي هو مثلا بيبقى مثلا بعد شقه مثلا بيسافر بيقعد فتره وتعب وشغل وكده، فلما بيرجع البيت بيبقى الموضوع حلو اللي هو حاجه وحشاكي فاهمه؟ ايوه. بس بالنسبه للبيت وكله والاولاد والمدام وكده بس. وبالنسبه لك يا منى؟ نفس الكلام برضه، اللي هو حتى مش بشايله اي هم، يعني ما اقولوش مثلا محمد عمل، روضه تعبانه، لا كل ما يتصل اقول لا كويسين الحمد لله. حقيقي؟ والله. يعني انت ممكن تخبي عنه ان الولاد تعبانه علشان هو يشوف شغله وما يقلقش عليكي؟ لا كفايه بقى هو مركز في شغله، فما اقولوش محمد مثلا عمل حاجه في المدرسه، ما اقولوش لا كويس الحمد لله. انا عالج مني لنفسي، اقول له بقى الحاجه اللي تفرحه، ممكن ما اقولوش اي حاجه مثلا تضايقه. يا سلام، عشان الناس بس تعرف قيمة الزوجة المصرية. لا هي زوجة كويسة يعني بصراحة. علشان احيانا انت عارفة بتشوفي الصورة بتتقدم ازاي في الدراما عموما او بيقال ايه. لا هم دول نماذج الاسر المصرية الغالبية العظمى يعني. دي حقيقة. فانت عارفة دورك وبتقومي بيه وراضية بيه. أوكي. لما بقدم اسرة زيكو ونقول دايما انا مصرة معاكم ان انتوا لسه متجوزين حديثا ما شاء الله يعني، بس انتوا فعلا يعني ولادكم صغيرين وتعتبروا أسرة من الشباب، أكيد في بداية حياتكم واجهتكم صعوبات مشاكل طبعًا زي أي زوج وزوجة طبعًا. مين اللي كان يعني بيضحي أو كنتوا بتحلوها إزاي، بتعدوا المشاكل دي إزاي؟ بصراحة التضحية كانت كلها بتيجي من عندها هي، يعني هي على هي مضحية، هي على طول هي اللي كانت بتضحي بصراحة مضحية. وأنا اللي كنت على طول يعني ببقى بس عصبي شوية جداً. بحكم شغلي عصبي جدا جدا. قولي يا منى يعني عايزاكي تعبري يعني.
وانت كنت بتتحملي ايه بقى؟ الحب هو اللي كان هو عصبي جدا لدرجة ان لما بيتعصب ممكن ما يشوفش قدامه، فانا اول حاجة بعملها بختفي من قدامه. تتلاشي تختفي في اي مكان؟ بختفي من احنا النصيحة اللي نقولها للزوجة الشابة ان لو زوجك عصبي قوي بلاش صدام، ما انا هرد ردي قولي اللي انت عايزاه بس مش في وقتها، مش وقت العصبية. لا انا خالص مش خالص ما بردش، بالعكس بسيبه يتكلم براحته ويزعق براحته وخالص اروح بقى اهديه اصالحه وانا مش غلطانه، بس اللي هو ايه عشان اراضيه يعني. ايوه. وانت طفل وحيد مثلا؟ فنقول لا انا ليا اخ واربع اخوات بنات. اخ واربع اخوات بنات. ايه المشاكل بقى من ناحيتك انت في الاول من وجهه نظرك اللي قبل في الزواج يعني؟ بدايه السنوات اللي هي بنقول بيحصل فيها تطبع بين الزوج والزوجه، واللي بنسمع دايما ان هي لغايه لما نوصل للسنه السبعه اللي هي الخشبيه اللي هو يبدا العلاقه تتماسك بقى يعني. احنا بقالنا 7 سنين متجوزين. ايوه. لا انا بتكلم بقى على البدايه لما كانت رخوه شويه العلاقه. لا احنا كانت في مشاكل في قبل الجواز بس الحمد لله. كان نوعها ايه؟ يعني حضرتك بحكم شغلي ان انا كنت في شرم الشيخ وكده. ايوه. فكان بيبقى مثلا بيبقى في مثلا ممكن اعرف واحده ايطاليه، اعرف واحده مش عارف ايه، فهي كانت خطيبتي ساعتها فاهم؟ ايوه. فبحكم ان هي طبعا ما بقى كان خير ربنا كتير كان في السياحه الايطاليه وكانت الالمانيه والانجليزيه والروسيه فبحكم ان هي طبعا مراقبانا 24 ساعه فكانت الغيره يعني سبب الغيره فكانت بتقفشني كتير يعني بصراحه. بس هي دي كانت المشاكل اللي والله انت معاك زوجه عاقله بنسبه مش عارفه اقول ايه يعني مش عايزه ابالغ واقول 100%. دي حقيقه دي حقيقه. وانت لما عرفتها في الاول كنت عارف ان فيها كل الصفات الجميله دي؟ انا والله انا يعني حبيتها وحبيت ان انا فعلا لازم ارتبط بيها لان انا حسيت ان هي نسخه من والدتها الله يرحمها، والدتها نفس الطبيعه، حد كان طيب جدا وحد كان كويس جدا، فانا حسيت ان هي هتبقى زيها بس فانا عشان يعني كده. انت لما نسبت بالمعيار القديم وعلى فكره هو كويس جدا يعني ان انت بتنسب اسره مش فرق يعني دي حقيقة. انت بتشوف والدتها ازاي وهي طالعه من بيت شكله ايه الله يرحمها وده كان دي كانت حاجه كويسه جدا بصراحه وهي كانت ست كويسه كانت ست فاضله يعني. طيب معلش ارجع تاني الجمله بس يعني انت هو بيقول هي قفشتني كتير وعدت الزوجة بتقنع نفسها بإيه أو هو الحب ممكن يكون للدرجة دي؟ هو أنا بقى أفضل أعيط اللي أنا يعني كبيري أعيط. أيوه. بس دي أكتر حاجة أنا بعملها. لكن بتقنعي نفسك إن ده مش دليل إن هو مثلا مش بيحبني أو يعني إزاي بتعديها يعني جواكي بقى؟ في الخطوبة ولا في الجواز؟ لا في الجواز. لا في الجواز يعني لو صدفت كده يعني حاجة كده أو كده اللي هو أعيط بس برضو ما يعني أنا ما أعرفش إن أنا أسيب البيت أو ما أعرفش يوم أسيب البيت حتى لو في إيه يعني أنت مش وارد عندك أنت داخلة بمبدأ إن بيتي ده مهما كان حصل مهما حصل ما أسيبهوش مهما كان حصل لا أنا مع محمد وراضة في روضة بس مهما كان ما أسيبش بيتي أي ده حقيقة عمرها ما حصل يعني ما أعرفش أسيب البيت. بنقول إن في مبادئ حلوة قوي والدتي كانت ماشيه بيها والاجيال اللي سبقتنا وحلو ان احنا نتمسك ببعضها زي بيتي اسيبه ازاي خصوصا بعد وجود ولاد فدي حاجه حلوه كويس كمان ان هي انا الحمد لله يعني انا عندي مراتي عندنا البيت كله بيحبها ومرتبط بيها جدا واكيد في جوانب ايجابيه انت شايفاها اكيد في جوانب ايجابيه وفي تعويض وفي حلو التركيز على الجوانب الايجابيه في الزوج والعكس لو هنركز على الايجابيات واحنا بنحب دايما التركيز على الايجابيات وانت دي شخصيتك دايما بتفكري نفسك ايه ايجابيات شخصيه احمد زوج حضرتك ايه احلى ايجابيه ايه الايجابيات الحلوه اللي انت حباها في شخصيته على قد ما بيتعصب على قد ما هو طيب يعني هو مثلا يجي يتعصب وكده يجي بعد شويه يعني سواء انا اصالحه او هو يصالحني خلاص بينسى بسرعه ايوه دي احلى حاجه فيه ان هو يعني مش بيشيل ونقول الوقت اللي بتقضوه حتى لو قليل مع بعض بيعوضك اللي هو احنا يعني بنقول بيعرف فعلا يعوض كل دقيقه قاعدها معاك جدا هو بيعشق البيت والولاد وبيحب البيت اساسا يعني. طب نفس السؤال لحضرتك استاذ احمد ايه اكتر حاجه بتحبها ومميزات شايفها في شخصيه منى الزوجه الام الحبيبه طبعا اول حاجه بصراحه ان هي حاطه امي يعني انا امي
سن كبير ووالدي سن كبير برضو، يعني شايلهم زي ما بيقولوا كده عندنا على راسها بصراحه. تاني حاجه هي طيبه جدا وست بيت و يعني هي مش شايله الولاد بس، هي شايله لا احنا بيت عيله، والدتك احنا بيت عيله. انا متجوز واخويا ووالدتي ومعانا، فاحنا بيت عيله مع بعضينا. أيوة. بس فهي ومرات اخويا مع بعضيهم يعني بس. ف والله بص انا لو حبيت الخص الاستاذه منى او منى يعني مع حفظ الالقاب، هي دي الزوجه المصريه والست ربنا المصريه الجدعه. ربنا حقيقي والله مش هطول، بس هو ده اللي عندي اقوله لك يعني. ومن ضمن الحاجات هي يعني بصراحه ما بتقولش لحد لا، عندنا يعني عندنا في البيت يعني اي حد طلب من اخواتي او عيال اخواتي او اي طلب حد بيطلبه هي ما بتقولش لا على اي حد بصراحه. دراستك في مجال السياحه خلت بينكم مواضيع مشتركه بقى؟ لا انا فكره الشغل دي خلاص لا مواضيع يعني انت فاهمه درست السياحه ففاهمه انت على نفس الارضيه، ولا عدم ممارستك للسياحه خلت الموضوع؟ لا ما انا خلاص كان بالنسبه لي كانت كدراسه بس. مجرد ما قعدت خلاص مفيش تطبيق بقى، مفيش ممارسه خلاص. لا مفيش شغل ومفيش تطبيق. طب لو هنرجع لك انت في السياحه، نقول احنا عارفين في وزير السياحه جديده رانيا المشاط، فاحنا ممكن نتوقع ان في مجموعه من القرارات المفروض برضو جديده لصالح قطاع السياحه، وده قطاع احنا عارفين مهم قوي، ومتوقعين ان فكر الشاب فهيبقى مختلف. تمام. انت متوقع ايه او شايف انت ايه اهم قرارات تتاخد او نفسي في ايه يعني منها؟ نفسك ايه؟ انا نفسي اول حاجه طبعا ان يعني قطاع السياحه دلوقتي قليل جدا طبعا، فانا نفسي ان هي يعني يبقى في احساس مثلا برجال الاعمال اللي موجودين في شرم الشيخ بالقطاع اللي اقل منهم مثلا كمحلات كايجارات كالتزامات كحاجات زي كده، يعني هي دي المفروض ان انا نفسي تتحقق بصراحه. وكان المحافظ بتاع جنوب سيناء استاذ خالد فوضى اتكلم في الموضوع دوت، ان هو الايجارات تنزل عشان الالتزامات عشان الناس تقدر تكمل، لان في ناس بتقفل وتمشي. ما هو اللي هيقفل ده خلاص طفى النور ومشي. انت المنشاه بتاعتك السياحيه تقريبا انت قفلتها؟ انا عندي منشاتين، محل مقفول ومحل مفتوح، والمحل اللي مقفول برضو بنفس المشكله ان مفيش، ان انا مش قادر العائد مش قادر اسدد التزاماتي حتى اللي عليك. يعني طب حضرتك، طب المحافظ بيقول ان احنا ندفع الربع، اذا قال لي لا تروحوا مثلا اتكلموا مع المحافظ، طب ازاي؟ يعني انت شايف ان ما ينفعش يتم التعامل معاكوا على ما قبل؟ ما ينفعش. انا مثلا مثلا ايجاري كانت 30,000 و40,000 وارقام كبيره. يعني 30,000 جنيه في الشهر و40,000 جنيه في الشهر. قبل 2011 كنا بندفعهم وزي الفل مفيش اي مشكله، وربنا كمان بيكرمنا عليهم بزياده. بس بعد 2011 ما ينفعش، الناس استنزفت كتير، فضلت بقى تدفع 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 لغايه ما ناس تعبت وابتدت تقفل محلاتها، على الاقل لغايه لما السياحه تعود تاني. احنا شايلين كفه، المفروض رجال الاعمال تشيل كفه، لان يعني ورجال الاعمال هنا بنتكلم على مستويات. تمام. في مستوى الكبار اللي هم ممكن ما يتاثروش. تمام. وفي رجال اعمال برضو عندهم منشات وبتاع، لكن يعني بطريقه ابسط بكتير. هي درجات اللي هيتاثر تدريجيا طبعا من تحت لفوق، يعني مش هيتاثر الكبير، مش هيتاثر زي مثلا ما الصغير هيتاثر، يعني الصغير يعني بيشتغل على قده، انما يعني الكبير مثلا. فانا كان في قرار المفروض من محافظ جنوب سيناء ان الايجارات تنزل والتخفيضات تنزل والكلام ده كله، والكلام ده ما حصلش. ايوه. بس وانا اللي نفسي يعني ان يحصل في شرم الشيخ ان السياحه بتاعت اوروبا ترجع بصراحه، يعني السياحه الايطاليه ترجع والسياحه الالمانيه. وانت شايف ان وسائل الدعايه مهمه جدا اهم جداً حاجه، لازم نغيرها وتكون اكثر فاعليه. اهم حاجه ان احنا نعمل دعايه للبلد صح. أيوة. نعمل دعايه للبلد صح بالدايفنج بتاعها، بالجبال بتاعتها، بالطرق بتاعتها، بالنظافه بتاعتها، تحفه. ربنا مدينا تحفه، ربنا مدينا قطعه حاجه نظيفه جدا، فاحنا لازم نستخدمها صح. ايوه. بس فهي دي المشكله، يعني هي المشكله ان احنا لازم نعمل لها دعايه. ولما انت بدات من الهرم ومن الجيزه، ليه ما فكرتش ترجع لما السياحه وقفت في شرم بالطريقه دي؟ تمام. ليه ما فكرتش ترجع وتحاول تركز على السياحه في القاهره، في منطقه الهرم، في منطقه يعني اكيد اهلك واسرتك اصلا؟ بص حضرتك، السياحه في شرم الشيخ زي السياحه في القاهره، لو شرم الشيخ اشتغلت القاهره هتشتغل، لو القاهره اشتغلت شرم الشيخ هتشتغل. كله بيحس بيه، يعني لا مؤاخذه حتى لما السياحه بتشتغل كله بينتعش، يعني لا مؤاخذه الحلاق بيشتغل المطعم بيشتغل، كله بيسمع يعني نقول كلها حلقات بيسمعها في بعض. طبعا لان ده السياحه قطاع يعني اقتصاد مهم جدا للبلد، بتدخل ارقام مهوله، او كانت بتدخل ارقام مهوله للبلد، فدي كانت بتدي اداء كويس. أيوة. والهرم عندنا دلوقتي برضو الاداء يعني السياحه قليله مش كتير. ايوه. بس
فانا نفسي كمان بتطوير المنطقه عندنا في الهرم. يعني انا اتمنى بوجودي انا مع حضرتك ان انا المنطقه عندنا في نزهه السمان تتطور، ان احنا نستاهل احسن من كده. مش احنا وتحت اشراف الحكومه لو في خوف من حفر و بس تحت اشرافها او هي اللي تقوم يعني بالتطوير. مش احنا اللي نستاهل كده كناس كاولاد نزهه السمان، لا الاثار ذات نفسه الهرم وابو الهول يستاهل مننا احسن من كده. يستاهل نظافة، يستاهل تطوير، يستاهل عمل دعاية كويسة، يستاهل حاجات كتير. ودي طبعا هتبقى شغلانة وزيرة السياحة. يعني نتمنى ان هي مجموعة القرارات الجديدة اللي تفعل ويحصل رقابة عليها. يعني الامنية اللي انا اتمنى ان هي تنزل تتمشى، واللي هي تتمنى يحصل على ارض الواقع اللي هي هتشوفه بعينيها. احيانا بيبقى فيه اعتبارات وتفاصيل للصورة، مش الفكرة، مش فكرة قرارات فردية او قرارات وزير او وزيرة، وبرضو مش قرار بلاد مجرد ان احنا نودلها افلام دعائية فشعبها هيجي. تفاصيل الصورة برضو مش كلها احنا عارفينها، ومش كلها وفي اهداف تمام. يعني بس التطوير دوت غير معلنة. التطوير متهيألي حاجة سهلة، لكن احنا نعمل اللي علينا. بس احنا نعمل يعني نهتم ببلدنا، نحافظ عليها احنا كمواطنين، احنا كسياحة داخلية. يعني انا مثلا عندي محلات، مثلا احنا كدعاية عندي محلات، في زبون ما فيش زبون، المحل لازم يتنظف، المحل لازم يبقى مرصوص كويس، لازم تقدم حلو، لازم كده. يعني انا هو ده الواحد نفسه فيه، ان مثلا منطقة زي الاهرامات او 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 ايا كان، لازم يبقى فيه تدار بطريقة مختلفة تماما. بس هو ده الواحد نفسه فيه بصراحة. يعني بشكر حضرتك استاذ احمد محمد عبد الحميد الخبير السياحي، والاستاذه منى سعيده بلقائكم، ومحمد طبعا كنا نتمنى روضه تبقى معانا كمان. شكرا ليكم. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا، والى اللقاء في نفس الميعاد الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.